ألعاب كراش فيه هواية شخصيات حلوة، كل شخصية لها بوس فايت تناسب شخصيته. اليوم بعدد لكم أفضل بوس فايت في كراش بالنسبة لي. سبب اختيار رئيس بيكون من ناحية شخصيته، طريقة اللعب ضده، التحدي وأجواء الفايت نفسه. أول رئيس في تاريخ سلسلة كراش، بابو بابو. لازم ندخله في الليست من كثر ما عزقته كانت تشاغبني وما تخليني أركز في الفايت. بس لا صدق، البوس فايت وايد سهل وعرض خاصة في ثواني. يدور نفس الغبي وانت بس عليك تقفز على راسه حق تنقص هالثة. بس أقول لك لين يموت حاسب، لأنه هو يطيح عادي خفسك بدبته وانت تموت معاه. مشكلة صادتني الحركة. كوالا كونغ. هذا الكوالا المعضل صاير الستيريوتايب على الناس المعضلة، غبي ما يفكر، وايد يحب روحه، يقعد يفوشر بعضلاته وينسى المهمة اللي عليه. في كراش وانت قاتله في منجم فحم هذف عليك صخور، حتى وهو في الفايت يقعد يستعرض ورويك عضلاته، بس هذه فرصتك عشان تضربه. عشان تغلبه لازم ترجع الصخور اللي يحذفهم عليك. أول رئيس من كراش 2 هو ريبر رو. هذا الكنجر المينون يحب انفجارات وقنابل، حتى في كراش 1 قاتله كان يستعمل TNT. بوس فايت ذي واتر لأنه يحط TNT ونايترو في كل مكان، وانت تتحرك على أعصابك لأنه تدري لمسة واحدة وبوم انت منفجر. لازم تدور لك مكان في أمان، وعقب ما ينفجر تحصل فرصتك حق الضربة. آخر بوس في كراش 1 ضد كورتكس. طبعا كورتكس من أحسن الشخصيات في اللعبة، وبالنسبة لي الشخصية المفضلة حتى أكثر من كراش. شخصية تضحك وتنحب مع شكله وصوته المميز. في آخر بوس تقاتله على مركبته، تقدر تشوف الجزيرة في الخلفية وراء. ها الجزيرة هي اللي كنت تواصل فيها في اللعبة وتشوفها محروقة هنا. أجواء البوس فايت والموسيقى كل شي حلو. الفايت فيه تحدي بعد مو بسهل، خصوصا لين توصل قريب النهاية. طلقات كورتكس تاخذ اغلب الشاشة وانت لازم تتفاداهم. عشان تغلبه لازم ترجع طلقات الخضر عليه. بين جنود كورتكس توني تايجر أكثر شخص طلع في ألعاب كراش. شخصية وايد محبوبة وشكله يذكرك بأشكال أغلب الأوادم اللي في الجيم مع ريولهم. البوس فايت نفسه وايد بسيط، لكن أحب الجانب العشوائي فيه. في البوس فايت بس عليك تنط، لكن لازم تخليه لاحقك عشان يطيح من البلاتفورم في وقت مناسب. الحلو فيه إن هذول البلاتفورمز ما فيهم روتين تحفظه، شيء عشوائي فما يسوي البوس فايت ممل. مساعد الجديد حق كورتكس عقب انبريو هو انجن. شخصية مميزة ومع شكله فان بعد، وايها صاير نص آدمي ونص آلي. هو معروف انه وايد خبير مع تركيب اجهزة وميكانيكي ممتاز. البوس فايتس مالينا دايما غير عن الباقي، لما تتحداه لازم هو داخل مركبة روبوت اللي هو. في كراش 2 تقاتله وهو داخل مركبة آلية، عنده صواريخ ليزرات وحالة وانت وامبا فروت. بس هذا اللي كراش يحتاجه، بس لازم تطلق على أجزاء معينة في المركبة عشان تكسرها شوي شوي. Now you're on my time, you little skunk! Give me the crystals!
إنتروبي من الشخصيات الجديدة في كراش 3، وهو الشخص اللي يتحكم في الوقت. اللي عجبني في هذه الشخصية إنه كانوا مساويين له نفس بيلد أب من بداية اللعبة، إنه هو الشخص اللي راح يغلب كراش، والطريقة اللي يسووها عطت الشخصية هيبة. وغير عن هذه البوس فايت نفسه حلو بعد، ومو بصعب يعني، بس اللعب ضده ممتع. لازم تتفادى طلقاته بالكراوتش أو الجامب، وعقب بيتعب وبيفتح لك طريق حق توصل له والضربة. ليش فتح لك طريق؟ ما أدري، بس مش اللعب. إمبريو اللي هو مساعد دكتور كورتكس. أنا أشوف هذا الشخص مظلوم الصراحة، لأنه مفروض يبين أكثر في السلسلة. في الكلاسيكس ما يطلع إلا في وان، والبوس فايت ضده كان عجيب. هو كان قبل رئيس الأخير، وبالنسبة لي أحلى بوس فايت في الجزء الأول. طول البوس تلعب ضده عادي، ينزل لك أعداء من المواد الكيميائية اللي قاعد يخلط فيهم، بس لما تطير نص هلثة تشوفه يشرب المواد، مرة واحدة يتحول إلى وحش. مقطع فاجئني الصراحة، لأن كل البوسات في كراش أغلب الأشياء اللي تصير نفس الشيء، بس هذا البوس كان غير فيخليه مختلف عن الباقي. حبيبنا الأسترالي دينغو دايل من أكثر الشخصيات المحبوبة في كراش، لأنه شخصية حلوة والبوس فايت ماله عجيب بعد. معروف من سلاحه الأسطوري الفليم ثرور، هو ثاني رئيس في كراش 3، وفي وايد أشياء حلوة في البوس فايت. المرحلة والموسيقى والساوند افكتس كله مع اللعب يخلي هذه البوس ما ينسي. هو حامي روحه بالكريستال، وانت لازم تحصل طريقة توصل له وانت تفارق طلقات الفليم ثرور. البوس فايت فيه تحدي حلو، لأنه هو ما يطلق بس بطريقة غبية، لا، مبرمجينا انه يقيم عليك قبل ما يضرب، فلازم تكون سريع في حركاتك. Crash Bandicoot for the last time! Give the crystals to me! المرتبة الأولى تروح للدكتور كورتكس في كراش 3. هذا البوس النهائي في اللعبة، وأنا أشوف إنه ضبطه الصراحة. الفايت مو بس بينك أنت وكورتكس، حتى أكو أكو وأوكا أوكا يتهاوشون مع بعض في الفايت، وهذا يأثر على إنه يخليك تحس إنها معركة نهائية. الحلو في الفايت إنه في وايد أشياء لازم تركز عليها، مو بسهل بعد، صاير غير عن باقي البوس فايتس. في الفايت لازم تتفادى طلقات كورتكس، وفي نفس الوقت تحاسب من أكو أكو وأوكا أوكا وهما يقاتلون بعض، إن ضرباتهم تقتلك. إيه، حتى أكو أكو اللي طول اللعبة كان يحميك وينقذك وكل هالأشياء، هني يقدر يذبحك. عقب ما تتفادى طلقاته بيحذف عليك قنابل، وهني تحصل فرصتك تضرب كورتكس. بس الحين ما خلصت، عقب ما الضربة لازم تطيحها في الحفرة، يعني ما يصير بس تمشمش زر السبين، لا، لازم تركز وين تسوي له سبين عشان تطيحها في الحفرة. لان طيحته بعدين روتين الهوشة ينعاد، وحتى لما ينعاد في تنويع، لان الضربات بين اكو اكو وكوكا تتغير ويخلي الفايت اصعب. في النهاية انا متحمس حق البوس فايت اللي في كراش 4، وان شاء الله نشوف كل هذا. انا ما شفت وايد دعايات عن اللعبة، فما اعرف من اللي بيرجع في اللعبة، الشخصيات اللي بترجع ما بترجع، فانا متحمس اشوف الشخصيات اللي في الليست ترجع. ان شاء الله نحصل بوس فايت احلى بعد في اللعبة.